ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يؤدي الطلاب لامتحانات في مواد الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا. كمان النهاردة هتشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية في برنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وهتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الساعة 9 بالليل حفلتها، وهتستمر لحد يوم الحد والاثنين 27 و28 أغسطس. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، من أهمها مباراة بيرنموث مع توتنهام الساعة 2:30، ومباراة أرسنال مع فولهام الساعة 5 العصر، وبرايتون ضد ويست هام هيكون الساعة 9:30 بالليل.